السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. من العادات والطباع اللي تمشي عليها الناس في مجتمعنا العربي التقليد والتشبه الأعمى، لدرجة إن الإنسان لا يتورع عن عمل شيء هو صعب عليه ولا يمتلكه، ولا وحتى من هو يمتلكه امتلاكه صعب عليه لأن فلان امتلكه. كثير من الناس يقعون بهذا الخطأ. تعالوا نشوف شو اللي صار. أحد من الناس عنده عيال طلاب، طلاب المدرسة، أنهوا الثانوية العامة، وتقريبا هم واحد أكبر واحد بسنة، لكن واحد رسب فصاروا اثنين بنفس الصف ويدرسون مع كأنهم توأم، يعني يدرسون مع بعض بنفس المدرسة بنفس الصف ويدرسون وينجحون بشق الأنفس. يعني الإنسان، كل إنسان الله أعطاه قدرات معينة من الذكاء والمهارة والنباهة وسرعة البديهة، كل إنسان الله سبحانه وتعالى منحه قدر معين من هذه الأمور. وفي ناس يعني حدهم قدرتهم وذكائهم محدود لحد ما، يعني يستوعب المعلومة لكن مو مثل ما يستوعبها الآخر بشكل أبطأ، أو أقل، أو يبي له مدة أكثر عشان يستوعب المعلومة، في حين واحد يلمح المعلومة لمح الله أعطاه موهبة. وكذلك الدراسة، الدراسة تلقى تجد الطلاب متفاوتين بالدرجات وبالذكاء وبالمعرفة، فطالب تلقى درجته بـ99، وطالب تلقاه بـ80، طالب تلقاه بـ70، وآخر تلقاه يا دوب يحصل النجاح وآخر يرسم. فعيال الرجل هذا من المتوسطين، أو تقدر تقول تحت المتوسط، فنجاحهم يدوب في الـ60، حول الـ60، وأنهروا المرحلة الثانوية. طبعا ما قبلتهم جامعات البلد، درجات النجاح ما تأهلهم يدخلون جامعة، يمكن دراسة فنية دراسة مهنية أوكي، أما جامعات وكليات أكاديمية ما تقبلهم، مستواهم متدني بالنجاح. لكن الرجال هذا إمكانياته عالية مادية، قال هذول عيالي يدرسون طب الـ2 أدرسهم برا وأرسلهم يدرسون طب. وين أرسلهم؟ للبلاد اللي تعطي الطب بدراسة أو بدون دراسة، أوروبا الشرقية أو تحديدا الرومانية، أرسلهم الرومانية، وجامعات رومانية بس تدفع الرسوم، درست ما درست أنت ناجح، طبيب مهندس فيلسوف مش عارف إيش، أمورك ماشية، المهم يأخذوا رسوم السنة أو الفصل وتقديرك جيد أو جيد جدا، قد يكون أحيانا امتياز بس على لا شيء. وتخرجوا الشباب ذلين أطباء من رومانيا، يوم رجعوا للبلد يسووا لهم امتحان كامتحان قبول كطبيب، عشان يعين كطبيب في البلد لازم يدخل امتحان. لما دخلوا الامتحان ولا ما يملكون من الطب شيء، والسماء والطارق مثل ما يقولون، ما درسوا، أو إذا درسوا دراسة هامشية لا تسمن ولا تغني من جوع. طيب هذا إنسان كيف أنت تبي تعينه طبيب ويعالج خلق قلة ويكتب أدوية ويشخص أمراض، كيف هو ما يعرف شيء؟
وبالفعل تم رفضهم زين. وعقب كل واحد منهم فتح له عيادة خاصة قام يطقطق فيها وما حد يجيهم وكل واحد يعرف انه ما حد يجيهم. النهاية هذول الشباب فشلوا كأطباء. ليش؟ لأن أبوهم خذت العزة بالإثم مثل ما يقولون، إلا يدرسهم طب ويتفوقون على عيال فلان وفلان ويصيرون أطباء. يا أخي ذل قدراتهم العقلية وقدرات الذكاء عندهم وإمكانياتهم الذهنية ما تسمح لهم يصيرون أطباء يا أخي. ما يصير هالكلام. فهذا الشيء اللي نسميه التشبه والتشابه مع الآخرين بغير منطق بغير عقل. المهم أن يصير فلان يصير كذا وفلان يصير كذا وما بدون وعي ومعرفة لخطورة هذا الشيء. كثير من الناس موجودين في مجتمعنا ومن كل المجتمعات العربية من النوع هذا. هذا اللي حبيت أروي لكم إياه هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.